أبان عني مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من ياتي وأحوال من مضى وأنباء ترغيب. لله المجتبى المصطفى الصفي، اللهم أدم صلواتك وتسليماتك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم فيك فصار لمنهاجهم يكتفي، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين بهم كل قلب آمن بهم من كل داء يشتفي، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، فإنا عليك نتوكل وإليك ننيب وعليك نعتمد وبعلمك نكتفي. أما بعد، فإننا في منة الله علينا في تأمل معاني آياته ودلائل تنزيلاته على قلب خير برياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ساعات رمضان المليء من جود الله وخيراته ومننه ورحماته. مررنا على قوله جل جلاله في سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له وله أجر كريم. وفي هذا كما أشرنا إغراء الحق لنا بالفضل الذي بسطه أن نسارع إلى الإنفاق في سبيله، ونحن وما أنفقنا ملكه وبتوفيقه أنفقنا، فإذا أحسننا في ذلك بالإخلاص لوجهه وأن تكون طيبة أنفسنا بما ننفق فنقرضه. وإذا أردت تقرض الغني المليء الوفي والسخي كيف تقرضه؟ أحسن ما عندك وأعز ما عندك تقرضه. كيف تقرض؟ تقرض من؟ تقرض الغني المليء السخي، وقال لك هات قرض. الله. وإذا كنت كذلك وأخلصت لوجه الكريم وخرجتها طيبة بها نفسك وقصدت المحل الذي يحب أن ينفق فيه لا بدافع غرض منك ولكن لطلب رضوانه، فقد أحسنت القرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فما خرج عن غير طيبة نفس ليس بحسن، وما قصد به الأدون والأقل ليس بحسن. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تنبضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. أنتم بتقرضون من؟ الله غني حميد. وقد أشرنا إلى الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن سيدنا أبي الدحداح رضي الله عنه الأنصاري أنه لما قرأ هذه الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، الله يريد أن نقرضه؟ قال: أجل يا أبي الدحداح. قال: امدد لي يدك، ابسط لي يدك، أرني يدك. فمد له صلى الله عليه وسلم يده أمسك، قال: إن حائطي الفلاني كبير أقرضته ليلة. وكان فيه أم الدحداح زوجته وأولادها، فجأ وناداها من خارج البستان الحائط، ما دخل، قال: يا أم الدحداح،
لبيك، هل اخرجي واخرجي الاولاد معك فاني قد اقرضته لله. قالت ربح بيعك يا ابا الدحداح، ما دام تقرض هذا الاله الكريم ربح. فضمت متاعها وخرجت اولادها وخرجت من المكان. الله اكبر. قال صلى الله عليه وسلم: كم من عدق، كم من عدق رحراح في روايه رداح في الجنه لابي الدحداح، كم من عدق رداح في الجنه لابي الدحداح. وقال: رب نخلة طويلة عروقها در وياقوت لأبي دحداح في الجنة. بدله الله، بدل نخيل بنخيل، 600 نخلة كان أعز أمواله وشيء كثير وثروة كبيرة، 600 نخلة في المدينة المنورة في هذا الحائط، فأقرضه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، سمعت البشارات النبوية، فيضاعفه له وله أجر كريم نفيس في ذاته، يعني يرغب أهل العقول والذوق المعرفة يرغبون فيه ويتنافسون فيه، أجر كريم في حد نفسه في ذاته نفيس غالي يتعلق برضوان ربه. وما أعد له مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، ومنح وعطايا كثيرة. الله أكبر، وله أجر كريم. فنعم الإنفاق لله، وهكذا يسمو المؤمنون على ظهر هذه الأرض لينفقوا. ربما شاركهم البعض بحكم الفطرة في الرقة عند وجود المصايب والبلايا ووجود المعوقين من ناس وذوي الفقر والحاجة، فيرقوا لهم ويعطونهم. ولكن أين يصلون درجة العطاء لوجه الله والإنفاق في سبيل الله؟ أين يصلون هذه الدرجة؟ مهما كانت عواطفهم وإنسانيتهم، فإنما خدموا ما وجدوا في بواطنهم من أحاسيس ومشاعر، فنفسوا على أنفسهم بهذا الإنفاق، فما خدموا إلا أنفسهم، لكن الذي يعطي من أجل الرب جل جلاله وتعالى في علاه، لا بمجرد ديع طبعي ولا فطري، ولكن لداعي طلب الرضوان وقرض الرحمن من أجل وجه. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الدرجة إنما يلقاها المؤمنون على حسب صدقهم في الإيمان. وتتبين كل هذه الحقائق وترى واضحة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات في يوم القيامة، حيث كشف المخبئات وبروز الخفيات وظهور الباطنات، ويوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. فإذا بعثر ما في القبور وحصل جمع وأبرز، الذي كان في الصدور مخبأ في الدنيا مكشوف في ذاك اليوم. لا تخفى منكم خافي وحصل ما في الصدور، ها هذا حصيلة ما في الصدر، شوف أبصر انظر بص شوف ها، وحصل ما في الصدور اللي في صدرك مكشوف واضح محصل بارز ظاهر، وحصل ما في الصدور. الله الله،
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، اللهم اجعلنا منهم، نورهم نسبه الحق لهم وهو من نور، الله يعطيهم نور، نورهم يسعى يمشي ويجري بين أيديهم وبأيمانهم. إلى أراد الجهات كلها وذكر واحدة وهي على اليمين، لأنه قد جاءنا أيضا قال قتادة رضي الله عنه بلغنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما من المؤمنين من يضيء نوره، في رواية على الصراط في رواية في الجامع، من يضيء نوره ما بين المدينة وعدن أبين وصنعاء. شفت النور يغطي هذه المساحة كلها، المسافة كلها نوره. ها إنما من المؤمنين من يغطي، من يقول، من يكون، من يملأ نوره ما بين المدينة وعدن أبين وصنعاء، ومنهم دون ذلك، منهم دون ذلك حتى أن أدناهم ليضيء نوره ما تحت قدمين، يشوف اللي تحته بس ما يصل ما يمتد. من أين هذا؟ كسبوا هذا النور ها هنا، من هنا في هذه الحياة مدة التكليف، إيمانك به، يقينك، تعظيمك له، صدقك معه، عملك بطاعته، محبتك له، تعظيمك لما عظم تفانيك فيه، هذا هو النور، هذا الذي يبرز هناك، هذا الذي يظهر هناك. فإن أردت فمن ها هنا تزود، تعب نورا، فما تجد بعد ذلك نور. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولكن الآن تستطيع أن تشحن باطنك بهذا النور الذي يصير في بروز وظهور في يوم النشور، وهو المعبر عنه بما يروى لو كشف نور العبد المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض. هذا مؤمن عاصي، كيف مؤمن طايع، كيف مؤمن تقي، كيف مؤمن صديق، كيف مؤمن مقرب. الله لا إله إلا نور الإيمان، نور لا إله إلا الله. هذا النور لما أن الله خصصهم به وأعطاهم إياه نسبوا لهم، قال نورهم، ولا نور الله، منين لهم نورهم؟ هم كلهم لهم وجود في الأصل، لكن هذا نور الله أعطاهم إياه. يسعى نورهم الذي اكتسبوه أيام هذه الحياة، ومن جملة ذلك وارتباط هذا النور بالأعمال في الحياة الدنيا، يقول إنه يضيء من أعضاء الوضوء ما يمسه الماء، فمن كان يغسل أكثر من السنة يضيء أكثر، وخصوصا في غسل الوجه واليدين والرجلين. فإن هذه الأمة شرفها الله وخصصها، مع أن كل الأمم من أيام آدم إلى سيدنا عيسى بن مريم كل الأمم يتوضؤون وكل الأمم يتطهرون، ولكن النور الذي يبرز من أثر الوضوء خاص بهذه الأمة، خاص بهذه الأمة. إن أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء يوم القيامة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فما يغسل زيادة على الواجب من أطراف الرأس إلى الأذنين وما بينهما إلى صفحتي العنق، فهذه إطالة الغرة، يشرق على وجهه نور يوم القيامة. ومن أطال تحجيله بغسل زايد على الواجب فوق المرفقين إلى نصف العضد وأكمله إلى الكتف، فوق الكعبين إلى نصف الساق وأكمله إلى الركبة،
يضيء يوم القيامة نور. شفت النور منين؟ من هنا تأخذه. ماشي هناك بعدين بطارية بتركبها ولا بتحصل لك شحن، ده من هنا الشحن. تشحن نور من هنا من أعمالك الصالحة، وهذا تشحن يظهر بعدين النور يوم القيامة، نور الإيمان والعمل الصالح على درجات. حتى ابن مسعود كان يقول إنه من يشرق نوره كالجبل، من يشرق نوره كالنخلة، من يشرق نوره كشاخص، ومنهم ما قال يكون نوره في إبهامه على حسب حاله كيف كان في الدنيا وعلى أي حالة مات، ماذا شحن وماذا اكتسب. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم الملائكة تقول لهم بشراكم اليوم، فإن في القيامة ملائكة موظفين بتبشير المؤمنين، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ها، وهكذا تبشرهم وتتوالى البشائر إلى أن ينفسح المجال فينالون البشارة مباشرة من ذي الكرم والجال. يبشرهم ربهم، يبشرهم ربهم، يا سلام، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. وكيف إذا نادى أحدهم ربه وقال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله. يقول لهم الملائكة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي بساتين في دار الكرامة حيث لا هم ولا غم ولا وسخ ولا كدر ولا قدر ولا كدر وكدر ولا موت ولا سوء ولا شيء ولا شر أبدا. سجين تجري من تحتها، من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها إلى الأبد، لا يبغون عنها حولا، ما يحبون التحول إلى أي مكان آخر. ذلك هو الفوز العظيم. صدق ده يا رب. فأي شيء أغروك فيه أنك فايز دون أن تصل إلى هذا قد كذبوا عليك. إن كان بتصل هنا أنت في الفوز العظيم، إذا ما تصل هنا لا أحد يقول لك فايز، يضحكوا عليك. مجرد لعبة يلعبون عليك، فوز ما هو إلا هنا. ذلك هو الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار، جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا. قال هذا حقيقة الفوز بميزاني أنا عندي الله الخالق، ولا ميزان إلا ميزانه. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من أهل الفوز العظيم في ذاك اليوم. هذا حال المؤمنين، فما حال المنافقين؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا
انظرونا، إما بمعنى انتظروا لنا، صبروا، لأنهم يساقون نحو الجنة وهؤلاء. فقل انظرونا، انتظرونا، نقتبس من نوركم. حتى جاء في قراءة انظرونا، ولكن إذا في اللغة يستعمل العرب انظرونا بمعنى انتظروا لنا، نفس الشيء. والمعنى آخر في انظرونا يعني التفتوا إلينا، ابصرونا، ارحمونا، فاليوم نريد نقتبس من النور هذا. انظرونا، نقتبس من نوركم، التفتوا إلينا، رقوا لنا. الله أكبر، أنتم كنتوا تضحكون عليهم في الدنيا، دالحين انظرونا. شفتوا الموازين الباطلة حقهم بطلت الحين. انظرونا، نقتبس من نوركم. قيل هي تقولهم الملائكة ارجعوا وراءكم فالتمسوا، روحوا دوروا النور من هناك. وفي قولنا أن المؤمنون إذا مع الملائكة يقول لهم ارجعوا وراءكم، روحوا دوروا نور، هاتوا لكم نور من هناك. يذهبون ما يحصلون نور، ما يقدرون نور، يرجعون يحصلون السور قد ضرب بينهم وبين المؤمنين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يضرب سور. قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ابحثوا دوروا عن نور هناك وطلبوا نور. فضرب بينهم بسور له باب. يذهبون ما يحصلون شيء نور، يرجعون يحصلون قد بينهم وبينهم حاجز قام. فضرب بينهم بسور له باب ويقول لبعضهم هذا باب التبكيت، ما بيقدروا يدخلوا الا بس سور، سور باب موجود لكن من يفتحوا لهم؟ مؤمنين دخلوا منهم، منين يدخلون؟ بس باب موجود ولا يفتح لك، وما يمكن تدخل. يصيحون مساكين هؤلاء اهل النفاق. فضرب بينهم بسور له باب باطنه لجهة المؤمنين فيه الرحمة الجنة من وراهم، وظاهره الجانب الثاني من قبله عذاب النار تتوهجم وتهدر منهم وكذا. يرجعون ينادونهم، يصيحون من وراء السور، ينادونهم يعني يرفعون أصواتهم كلها. ولأن وسط السور ناس كانوا معروفين عند اللي خارج السور، بعضهم جيرانهم، بعضهم أصحابهم، بعضهم كانوا معهم في الدنيا في وقتهم وزمنهم، ينادونهم ألم نكن معكم؟ وكنا نحضر معكم ونخرج معكم ونصلي عندك معكم نمشي معكم، ألم نكن معكم؟ فيجوبون عليهم المؤمنين من وسط السور، قالوا بلى لكن كنتم معنا على أي كيفية؟ كنتم معنا على أي وصف؟ كنتم معنا على أي حالة؟ ما كنتم معنا بصدق، ما كنتم معنا بمودة، ما كنتم معنا بإيمان، ما كنتم معنا بأدب. هذه معية جوفة ما تنفعكم. لو كنتم معنا فتكونوا الآن معنا، لو كنتم معنا بصدق. لكن بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم باكتسابكم الذنوب، بإبدائكم غير ما تخفون، بكذبكم على الله وعلى الرسول وعلى المؤمنين، بخجل فتنتم أنفسكم، بمخادعتكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، تربصتم تراخيتم وتأخرتم عن التوبة، تؤخرون تؤخرون تربصوا وتربصتم
تترقبون السوء للي توقعوه بالمؤمنين وبالرسول والأذى، كنتم متربصين سوء، هذا المعية حقكم، تروحون وحدكم تخبطون بتقدوا تذون وتضرون، تريدون أن تضروا وأن تؤذوا رسول الله والمؤمنين، تربصتم وارتبتم شككتم في الرسالة، شككتم في الرسول، شككتم في الآخرة، شككتم في ربكم، عشان أعمل فيكم ارتبتم وغرتكم الأماني، وغرتكم الأماني سيغفر لنا، سندخل الجنة، سنسبق إن كان شيء، غرتكم الأماني، ومن جملتها ما كنتم تتمنونه من شهوات الدنيا، كما يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فلا يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله نزل بكم الموت وأنتم على هذا الحال مرتابين متربصين فاتنين لأنفسكم مفتونين مغرورين متم على هذا حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، العدو المتربص بكم نصب شبكته وصادكم رحتم وراه، قال لكم الأنبياء تعالوا ما رضيتم، قال لكم أتبعهم تعالوا ما رضيتم، قال لكم عدوكم تعالوا رحتم وراه، خلاص الآن روحوا عنده بي إن كان هو بيشفع لكم شي عنده نور، روحوا تشوفوا شي عنده نور إبليس هذا شي عنده جنة، روحوا لعنده خلوه يعطيكم شيء لأنكم اتبعتموه. وقال الشيطان ولما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وهكذا كل شيء حسنه عدو الله لأي إنسان هو يخالف شرع الله فهو اللي يقول له بعدين وأن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم وأن أعطيكم وعدكم، قلت لكم هذا حسن وهذا تقدم وهذا رفع، ما عندي شيء، الكلام اللي قال لكم الله هو ذاك الحق، إن الله وعدكم وعد الحق وقال لكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه من يعمل كذا شرا، وقال لكم اتقوا الله عبدوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال لكم لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، الكلام هو ذاك حق وحق، كلام الحق هو الحق واللي وعدكم هو حق، من يعمل سوءا يجزى به، انا وعدتكم كثير فاخلفتكم، ما عندي شيء ولا بعطيكم شيء، انتم صدقتمونا، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني، لوموا انفسكم. ابن عباس ذاكر الايه قال اضحك عليهم في الدنيا اضحك عليهم في القيامه، مسخره يسخر بهم، فلا تلوموني ولوموا، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخيه، تبغوا الحقيقه ذا الحين لا بنفعكم ولا بتنفعونا، النار لي ولكم مره، هنا كلنا في العذاب ما عاد احد بينفع الثاني، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخية، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. قال ربي ان الظالمين لهم عذاب اليم، وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام. يقول وغركم بالله الغرور، فاليوم في هذا الحال وهذا الحكم لا يؤخذ منكم فدية، لو كان لكم ملء الأرض ذهبا وأردتم تقدمون فدية لتفتدوا به من عذاب جهنم عذاب النار ما يتقبل منكم ما ينفع، لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، أنتم الكفار سواء، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا مرة كلهم، لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم لأنكم سرتم في طريقها وعملتم بأعمال أهلها، مأواكم النار هي مولاكم
فلا تؤخذ منكم فدية. يقول سبحانه إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. وفي هذا غاية الإبراز لحقيقة قيمة ما على الأرض. ولو كان مثل معمنين مثل ثاني مثل ما لو كله قدم من أجل الفداء من عذاب النار ما قبل ما يقبل. إذن فهو حقير. ما في الأرض جميعا ومثل معه حقير. دول الحين ما عادهم على ما في الأرض جميعا لا شوية بس على قليل يتقاتلون يضربون. لو كان كل ما في الأرض ومثل معه تقدموا فداء ما ينفع. يا الله يا الله الله. لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به لك عذاب أليم. إذن الذهب في الدنيا ولو كان ملء الأرض حقير لأنه ما ينقبل ما يقبل ملوك. لو كان ذهب ملء الأرض الحين ما حد على من ما حد معه ملء الأرض ذهب ها ما حد ملء وعلى قليل من الذهب قاعدين يتقاتلون يسلحون مصائب كبيرة. كم معهم وكم يقولوا لا بغته بحقيقة هذا. لو كان ملء الأرض ذهب ما له قيمة عندنا ما يقبل في ذلك واحد من الكفار. إذن فهو حقير. فلماذا تعظمون ما حقر الله؟ لا إله إلا الله. لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم مآلكم ومصيركم مرجعكم مستقبلكم الذي كنتم تقولون ضمان المستقبل ضمان المستقبل والتنمية والتطور هذا هو مأواكم النار. ها وصلتوا المستقبل حقكم تمام التنمية ممتاز وصلتم حوث المسلم مأواكم النار هي مولاكم ما صلح لكم إلا هي أنكم توليتم أفعالها في الدنيا فهي مولاكم وبئس المصير. يا خس مصير مصيركم ما سمعتم كلام ربكم ولا كلام أنبيائه وبئس المصير. بعد هذا كله يقول للرب ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وكانت الآية سبب توبة الفضيل بن عياض حتى رجع من قاطع طريق إلى لاحق بخير فريق. وكان يقطع الطريق وبعد ذلك بينما هو يتسور على جدار إذ سمع قار يقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من وقف. ها نعم آن يا رب. نزل تاب يمشي اسمع قافلة مقبل يقول لا تمروا بهذا الطريق إن به الفضيل. قال يا ويح الفضيل أخاف طريق المسلمين. مروا مروا يا جماعة قد تاب الفضيل هتروحوا مشوا ما عاد عليكم حد. رجع وأقبل على الله وصار من الصالحين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم صار من الصالحين. لا إله إلا الله. فعسى يوم يرى المؤمنون يسعى نورهم بين جنبي يمينهم نكون في خيارهم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قالوا إنه قد يخاد أحيانا بعض المنافقين يظهر له نور ينطفي عليه. وينه؟ ما أنت كنت تخادع في الدنيا لا. هو خادعهم وإنه ما عادش. وإذا رأى بعض المؤمنين هذا خافوا قال ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا أتم رب العرش لك النور من هذا المجلس امتد حبل النور. فمررت بمواقف الغرغرة والقبر والحشر وأثره معك إلى مجمع وسط الجنة متصل بنفس المجمع الذي كنت فيه في عالم الدنيا. إذا أتم لك النور إذا أتم لك النور
ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. فنغبط الذين جالسوا معدن النور وأصل النور ومحل النور، وما كانت مجالس سمعه وما امتلأوا بمن نور وما امتد فيهم من الحبال، وكان يشير إلى ذلك، يقول سادتنا الأنصار إنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تروني على الحوض أو تلقوني على الحوض فإني منتظركم، إني منتظركم على الحوض. صلى الله عليه وسلم. نعم، والذي بعثه بالحق وهو إذن منتظر من كل زمن خيارا من أمته يردون على الحوض كما ينتظر أنصاره الذين نصروه في حياته الدنيا. منتظركم على الحوض. قال سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا أويس القرني في هذا المكان، مكان موعد بيني وبينك حتى أتيك بزاد ونفقة. قال لا يا أمير المؤمنين، لا موعد بيني وبينك، عندي 4 دراهم من رعي لي بالمتى تراني أنفقها، وعلي هذان الثوبان متى تراني أبليهما، ما أحتاج كسوة ولا نفقة، ولا موعد بيني وبينك إلا حوض رسول إبريل عند الحوض، بسرعة اتصل عليه بعد اليوم، يكفي هذا اللقاء والاجتماع والوعد على الحوض، إلا حوض رسول الله. ولقيه هرم بن حيان في العراق في اليوم اللي توفي فيه، قتل في سيدنا عمر، وأخذ يذكره بالموت يقول مات أبوك ومات أمك ومات رسول الله ومات أبو بكر الصديق ومات أخي وصديق عمر. يا ويس أمير المؤمنين لم يموت بعد؟ قال بلى بلى، قد نعاته إلي نفسي، نعاه إلي ربي. خلاص الرجال قد قتل وما هو داري، عاد ماشي خبر في العراق عاد القتلة في المدينة، ولكن ويس عرف عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقد ذكره صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، يأتيكم ويس في أمداد أهل اليمن لو أقسم على الله لأبره. الله لا إله إلا الله. فكم على الحوض مواعيد لأخيار يلتقون هناك. وخيرهم صلى الله عليه وسلم ينتظر أمته على وجه العموم مردين، وينتظر خصوصا منهم على وجه الخصوص. يقول أين فلان، أين آل فلان، أين آل المكان الفلاني، ينتظر ورودهم عليه. الله لا إله إلا الله. ويقدم بعضهم على بعض، ويحضل كل منهم من شرب من حوضه شربة لم يظما بعدها أبدا. وكل الأنبياء عندهم أحواض، بس حوض نبينا أكبر. ماؤه أبرد من الثلج، أحلى من العسل، أحسن رائحة من المسك. الله الله، أصفى من اللبن، أبيض من اللبن، من فيه ميزابان يصبان من الكوثر، نهره الذي في الجنة، يصب الميزاب حقه إلى الحوض ميزابان، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. سقينا من حوض نبيك وجعلنا في أوائل الواردين عليه يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. خير وطن وعافية وتمكين مكين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد لأصحاب الفاتحة. كانت تقول السيدة عائشة إذا بتسمع خرير الماء ميزاب يصب في النهر، الله يجعل له ما يشابهه ويقاربه أنت في الدنيا، قالت تضعي إصبعيك في أذنيك تسمع خريرا كخرير الميزابين في الحوض. مجرد ما تضع إصبعيك في أذنيك تسمع
مثل هذاك الخليل يحرر. الله أكبر. نريد نراه هناك ونسمعه إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان للخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. اسمع فضلا وجودا منا على باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سولي للمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك نشهد أن لا نشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرة وأحوال من ياتي وأحوال من مضى Fish.